كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. شهر الخير والبركة والهنا، وبحلوله بيجي معاه البهجة لينا كلنا كبير وصغير. تعالوا بقى اما احكي لكم النهاردة حكاية الكنافة. سواء كنت كبير او صغير في السن، او سواء كنت من الجيل القديم او من الجيل الجديد، عمرك في حياتك ما هتنسى او حتى مش هتبقى عارف شكل الراجل اللي بيقف في شهر رمضان يعمل الكنافة بايده كده ويرجع يلم شعر الكنافة من تاني اول ما تستوي. وفي الحقيقة المشهد ده كلنا بنحبه وبيحسسنا بالفرحة حتى لو شفناه مجرد مشهد جوه فيلم مش في الحقيقة. تعالوا بقى نحكي لكم اصل الكنافة. في الحقيقة أصل تاريخ الكنافة وحكايتها ليها حكايتين، أو بمعنى أصح روايتين، لكن الصراحة هما الاتنين متشابهين جدا حتى في الفترة الزمنية. الحكاية الأولى بيرجع أصلها لبلاد الشام، وإن أول حد أكل الكنافة هو الخليفة المعاوية بن أبي سفيان في الوقت ده، ولي بلاد الشام. والصراحة جات الكنافة من فكرة ان معاوية اشتكى طبيبه ان هو وقت صيامه دايما بيبقى حاسس بالجوع، والطبيب ساعتها نصح معاوية بن ابي سفيان انه ينصح الطباخ انه يصنع له حلوى جديدة تشعره بالشبع وقت صيامه، ومن ساعتها اتسمت الكنافة في العهد ده كنافة معاوية. اما الحكاية التانية بيرجع أصلها إن المصريين هم أول ناس صنعوا الكنافة من خلال عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في العصر الفاطمي. وساعتها وقت ما جه الخليفة يزور مصر، وأول ما جه أهل مصر يستقبلوه كانوا بيستقبلوه بالهدايا وبالحلويات، وكان معاهم نوع جديد من الحلويات اسمه الكنافة، كنوع من أنواع الترحيب بالخليفة. ومن هنا بقى اتعرفت الكنافة عند المصريين، وبتقال الرواية دي انها اتنقلت بعد كده لبلاد الشام. سواء بقى كان اصل الكنافة شامي او مصري، الا ان المهم ان كل الدول العربية في الحقيقة تفوقوا على نفسهم في تقديم طرق جديدة للكنافة. يعني عندك مثلا اهل الشام حشوا الكنافة قشطة، واهل مكة حشوها بالجبنة اللي بالملح، وأهل طرابلس عملوا الكنافة النابلسية، وعندك كمان المصريين عملوا الكنافة اللي بالجبنة. وفي الحقيقة المهم إن الكنافة أصبحت هي الحلوى الأولى لكل الحلويات جوه شهر رمضان، وبتعتبر من أشهر وأهم اللي بيميز شهر رمضان هي الكنافة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، لكن لسه معانا عادات وتقاليد ومظاهر جديدة مربوطة بشهر رمضان هنحكي لكم عنها، لكن استنوني في الحكاية الجاية وحلقة جديدة من حكاوي رمضانية.